مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في برنامج الأسبوعي بلا زواق. ضيف الحلقة هو ممثل ويوتيوبر مثير للجدل، تعرفنا عليه ببيرسوناج ديال فاطمة التاويل. معنا يوسف أوزيل، مرحبا بك. الله يبارك فيك. صافا؟ شكرا سلمى. الحمد لله. لاباس عليك؟ الله يحفظك. لثاني مرة. لثاني مرة وسي توجور ان بليزير. سا باس تخي فيت. مرحبا بك. مرحبا بك. دائما غتجاوبني بلا زواق وبسرعة. وي. غادي نبداو المحور الأول باختصار. الرأي ديالك على المجال الفني في المغرب اليوم أو الفني، تقييم ديالك الغناء ولا في التمثيل ولا عامة؟ التمثيل النوم العميق، الغناء صافا اي طون ميو بور المغنيين، واخا ما كنشوفش كاين بزاف الإبداع، يعني الإبهار ما كاينش من غير الناس اللي معروفين، سعد ولا أسماء ولا شنو سميتو خانوني الاسماء، المهم لي جون كاينين شي وحدين، ما تبقى ولاو كيمشيو للشعبي والعيوط وطريقه مبتذله اللي ما كتعجبنيش. دونك سميتي اليوم الفن؟ وي سميتي بالنسبه للمغنيين. وي. والتمثيل؟ لا. واخد حقك في المجال الفني؟ لا. علاش؟ هذا السؤال اللي تسالوا عليه المسؤولين، ما واخدش حقي لان كنشوف بزاف لي بروجي اللي نقدر نكون فيهم سورتو لا تيلي. ما عمرك كديري لي بروبوزيسيون، ما عرفتش علاش. انت كتخدم كتمشي كتبروبوزي راسك، تو بريزون دي بروجي، كتحط لهم افكار ولا دي كونسيبت؟ نو. علاش كتسنى دائما منهم؟ وانا كنسنى غير اوتو كممثل. اوكي. دونك سي بلوس لي اجون دو برودكسيون ماشي التلفازه. وي لي اجون دو برودكسيون ولا التلفازه ولا باك صاحبي وصاني ليك، باسكو حنا عارفين سي دي كلون. دونك انا جو نو في با بارتي دان كلون. علاش ما تصاحبش انت كاريمون معاش؟ ما كنعرفش نافق. دونك كاين نفاق 100%. كاين هو. من فوقاش بدا النفاق بالنسبة لك؟ واش غنقول لك، أنا يمكن من نهار بديت الدومين من 2004 مون بروميي فيلم، بديت كنسمع دي زيستواغ بيزار اونتخ ممثلين اللي كيشريو الحولي المخرجين، اونتخ ممثلات كيشريو السبرديلات، اونتخ ممثلات كيخلصوا لوطيلات، اونتخ ممثلين كيخلصوا لي بيي دافيون. هادشي من نهار بديت، من نهار الأول. واليوم شنو كيديروا؟ وداكشي غادي وكيتمجهد. باغ اكزومبل. ودابا حيت ولا غلات الوقت، دونك المخرج باغي يكتب واشياء اخرى معاه. فرحان بهذا المهنه اللي كدير؟ شخصيا جو نو بونس با نقدر ندير شي حاجه من غير هادي، ولا نعرف ندير شي حاجه من غير هادي. دوك تمنى دير شي مهنه من غيرها؟ وي غنكون اوبليجي يوما ما انني ندير مهنه من غيرها، حيت واحد الوقت ما غتبقاش تعيشني، وقريبا جدا ما غتبقاش تقدر تعيشني، دونك غنضطر اني ندير مهنه واحده اخرى من غيرها، ولكن غنديرها اون باراليل. غادي ديرها ناوي ديرها؟ وي غنبقى في الماشين يوتيوب، غنبقى ندير داكشي اللي كنبغي، من نقدر ندير مهنه واحده اخرى معاها. نتعرفوا على يوسف أوزيل من الطفوله ديالو. نبداو القصه؟ نبداو القصه. محور الثاني. محور الثاني، الاجوبه صعبه. طفوله يوسف أوزيل، جو سي كو 17 عام خرجتي من الدار ديالك ياك، علاش شنو كان السبب بالضبط؟ كان السبب انا كان عندي واحد الوالد الله يرحمه اللي من قبل كنت كنقول صارم، ولكن هو يمكن كان كيبغي يبروتيجينا بزاف. انا صغير في خوتي، كنت انا المدلل، انا المفشش، فكنت انا الوحيد اللي ما كنتقبلش يعني انه يتسدى ليا. كنا حنا عندنا قانون في الدار، تسعود الليل خاص كلشي يدخل ماكسيموم. بون بيان سور تسعود الليل كندوي على الولاد، البنات بيان سور خرجوا من المدرسه مع سته، يعني سته وربع، سته ونص ماكسيموم خصهم يكونوا في الدار. انا كنت شويه فاشي، كنت باقي فريفول، كنبغي نضحك، كنبغي نسهر، كنبغي الناس، كنبغي الصحاب، فما كانش ممكن. فاشاك فوا كانوا مشاكل، يعني لا في تسعود الليل خاصني نبقى في الزنقه حتى 8 الصباح. وانا نقول مع راسي بما انني غنبقى في الزنقه حتى 8 الصباح، واجي نبقى في الزنقه عادي. كتقرا مزيان؟ واش كنت كنقرا مزيان؟ كنت كنقرا مزيان، ولكن كنت شاري دو الذهن، ما كنتش عندي لا كونسونتراسيون، ما كنتش كنبغي نفس المشكل اللي عندي وباقي عندي لدابا، انا ما كنبغيش التقيد بشي حاجه. فكنت كنقرا مزيان ولكن مفزوع. الباك بلس 2 ياك؟ ليتيراتور اداب. وي اداب. علاش توجه ادبي؟ مني كنت صغير وانا كنبغي نقرا، ويمكن هذه خديتها من خويا اللي كبر مني، عندي خويا واحد، كان اول كتاب قريته نوال السعداوي. وي سميتو المراه والجنس، يمكن كانت عندي شي 13 سنه. فمن تما كنعشق الادب العربي، كنت كنكتب الشعر من قبل، كنت كنقرا بزاف الكتوبه، كنسمع لام كلثوم، ورده الجزائريه، محمد عبد الوهاب،
ما كنسمعش لعبد الحليم، كنحماق على فريد الاطرش، اون باراليل كنسمع بزاف للشيخات والعيطه. كدير الراديو كنت كتسمع الغادي؟ كنت كنسمع بوشام البيضاوي باغازار، ما كنتش كنعرف شنو هو، كنت جيتي اونفون ليبوك، كان كيجيب بين 11 و12 في الراديو، ملي كان الراديو راديو. فكانت اذاعه الرباط وكانوا كيجيبوا، كنت كنسمع داك الصوت وداك الغنى وتيتصحابني كنقول وي سي اون فام، مي كيلكو شوز كي بيزار دون ليستواغ، جافي 7 ولا 8 طون. وشي مره قالت لي ماما، قالت لي فوالا راه هذا راه بوشعيب بيضاوي راه فنان كبير، وكيفاش دوات عليه الوالده ديالي اللي امراه اميه، كيفاش دوات عليه وكيفاش شرحت لي شكون هو بوشعيب بيضاوي وشنو تيغني وانه كيديكيزا اون فام وانه كيدير المسرح وانه كان مريض، وبلي راه سيدنا الحسن تالي الله يرحمه اللي تكلف ليه بالعمليه ديالو بانه مات صغير اي تو سا. دونك فبقات في بالي ديك ليستواغ ديال بوشعيب بيضاوي. حبيت الشخص، تمنيت يوما ما انه كون دار فيلم على هذه الشخصيه او تسمى شارع بسميته او مركز ثقافي او لا، لان بالنسبه لي كانت الشخصيه اللي بصمات تاريخ الفن في المغرب ما حتى واحد ما تيدوي عليه. ما كاينش اللي عجبك فيه في الاول انه تقمص الشخصيه ديال الامراه؟ لا بالعكس، عجبني الاداء لو جو، باسكو من بعد قلبت عليه في انترنت وشفت كلكو فيديو ما كاينينش بزاف مع الاسف، لو جو كيفاش كيلعب، الغناء الصوت كيفاش كان كيغني، لو ريتم ديال العيطه كيفاش كان، والجرأه ديال انه يدير بيرسوناج ديال مرا في لي زاني 50 في المغرب. كنتي قريب ديك الساعه الام ديالك دائما هي اللي كتشرح لك هادشي؟ شرحت لي غير بغيفمون. علاش كنتي كتبغي تخرج بالليل وتعطل؟ باسكو كنبغي الحياه، كنمشي مثلا للقهوه كنلقى مثلا راجل كبير او مرا كبيره او لا ان بيرسوناج اللي كيجرني، اللي يقدر يكون حماق، يقدر جيمي بو كوندوي مع الناس ونعرف الناس، نقدر نمشي معاك لداركم، نقدر نجلس معاك في داركم واخا ما كنعرفكش. كنتي هكا من صغرك؟ هكا انا من صغري. شكون اللي كيشبه لك من العائله بحال هكا؟ حتى واحد. حتى واحد بوحدك؟ كلشي، لا في لي كوزان، لا في لي كوزي، لا في لو كوتي ما تغنيل ولا با تغنيل، حتى واحد. وفي المدرسه ولا في القسم؟ بوحدي اونيك. يعني ضروري غتكون واحد لانسبيراسيون. المدرسه خديت لانسبيراسيون اللي خديت هي من يمكن من المعلمات اللي كانوا قباح، بقات عندي ديك لافوبي ديال اننا كنا كناكلوا العصا بزاف ملي كنا صغار. حلاش كان واحد الجبروت في المعلمين، مع الاسف دابا تقلبت الايه، ولا المعلم كيتضرب او الاستاذ كيتضرب، وهذا للاسف حاجه يعني اللي ما كتفرحش مع الاسف. حنا كان الاحترام، ولكن حتى الاحترام كان زايد على الاحترام، يعني كتخرج من داركم كترعد، كتمشي للمدرسه كترعد، الا ضربك استاذ ولا المعلم ولا المعلمه كتقولها لداركم كيزيدوا يكملوا عليك. يعني ما كانش شي حد مثلا كتلقى مشكل في المدرسه كيجيوك يقول مثلا الاستاذ علاش، نو الاستاذ لافي توجو غيزون ولا المعلم لافي توجو غيزون، انت هو المذنب. ما كانش كوميونيكاسيون بيناتكم تفاهم؟ نو. دونك انت خرجتي باش تهرب، هربتي من داركم، قلتيها الام ديالك ولا شي واحد من العائله؟ ما قلتها حتى واحد، ما قلتها حتى واحد، زدت ساكي وخرجت. كانوا عندك فلوس ديك الساعه؟ نو. والو؟ والو. اها باش كنتي كتاكل؟ خرجت للزنقه. داكور. تو سامبلومون. عشت عند ناس ما كنعرفهمش، تلاقيتهم باغازار. تلاقيت بزاف الناس داروا فيا الخير، بزاف الناس داروا فيا الخير، شي وحدين لدرجه انا ما عقلتش عليهم فين كاينين باش نمشي نشوفهم، يمكن سيغتان غادي يكونوا ماتوا لانهم كانوا ناس كبار، حس بزاف 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 المغامرات في بزاف العائلات، بزاف لي نيفو، بزاف لي نيفو. عاود لينا مشو معاك. كاين شي حوايج اللي ما يقدروش يتعاودوا في البلاطو، شي حوايج كي سون بيزار وكانوا عيالات بيزار، فبا بيزار كانوا عيالات تو سامبلومون، مي كانوا شي ناس كيمتهنوا شي مهن اللي ما كيفاش تلاقيتيهم وانت كنتي صغير ديك الساعه؟ الزنقه. انا نعس في الزنقه كاريمون. نعستي في الزنقه؟ نعس في الزنقه، انا خرجت من عائله ناس امازيغ محافظين متدينين، دار كيدير فيها الطلبه في كل مناسبه، دار كياكل فيها اليتيم، كفه كتمشي لدار العجاله، انسان مفشش، البنان امون ايبوك كانت عندي يمكن 5 ولا 6 سنين كان كيتباع غير في مارشي سونترال، يعني من درب ولا يشري في الحي محمدي، خاص مون بيغ الله يرحمه يهز الموطور موبيلات حمراء باش يجيب لي انا البنان باش نسكت ما نبقاش نبكي. ما عمري عرفت شنو هو الفقر، ما عمري شنو هي صنداله ديال بلاستيك، غنتلاقى راسي في الزنقه انني مره كنت غنكون حفيان كاريمون، كون ماشي شي حد عطاني صنداله بسيف رجليا، يا ما بت بلاشه، يا ما بت في جرده، يا ما بت في بحر، يا ما بت في رموك. نو تكرفص. تلاقيتي مع شي ناس عاونوك ديك الساعه؟ بزاف الناس عاونوني. غير في الزنقه تلاقيتي معاهم؟ تقدر تعاود لينا؟ واحد المره انا حدا البحر في جديده تلاقيت بواحد الولد لقاني بساكي وداك الشيء، يقول لي مالك عاودت لك تفانا انا مخصم مع دارنا هذه هذه، قال لي يلاه تمشي معايا لدارنا، خلاني في راس الدرب، قال لي انا غندي لك ساكك نحطو في دارنا وغادي نجي، ذهب ولم يعود. بقيت كنتسنى، كرمت رجعت للبلاصه اللي كنت جالس فيها، جا واحد الولد ان جون كان ديك الساعه دونسور كيدير روك ولد جديده،
دابا تزوج وعندو وليداته. فعاودت لي لافير قال لي انت دري نقي وزوين ماشي داير هادشي داني لدارهم عند الوالده ديالو عند اختو. كنبقيت عندهم شي شهر وانا جالسه عندهم ما تيعرفونيش. شوف كيفاش الناس كانوا طيبين كيفاش الناس كانوا كيتيقوا. سي بوغ سا انا دابا كنتيق في الناس. انا في داري ما عندي حتى شي حاجه مسدوده. مازال هادشي كاين في المغرب اليوم؟ جو بونس كو كاين. مازال كاين بشويه. اون توكا انا كنديرو على اللي قدرت عليه. من بعد خرجتي جلستي من عندهم شهر؟ جلست من عندهم شهر خرج مشيت لاكادير جلست عند واحد عمتي خدمت في ان صالون دو كوافور بقيت جالسه عند عمتي شحال رجعت لدارنا كنت كنرجع لدارنا ملي كنتقهر كنرجع لدارنا كنغلط شويه كيشريو لي ثاني الحوايج كيتهلاو فيا شي شويه كيعاوتاني كيطلع لي الدم كنعاوتاني كنخرج باسكو كنت كنشوف شويه كان شويه التمييز كنت كنشوف لانك انت انسان ما كتقراش ما خدامش ما كدير والو انت اللي ما بغيتيش وي انا اللي ما بغيتش لا ما تنلومهمش انا اللي ما بغيتش ما بغيتش حيت كنت صغير ما عارفش غير ما عارفش سيتو ما عارفش سيتو فوقاش عرفتي راسك بان هادشي اللي كدير فيه راه ما مسلكش عرفتو وما اقتنعتش به لان قلت حيت انا كنت صغير كانت خصك تفهموني اكثر فسامحتهم عائلتي سامحتهم لانني سامحتهم حيت بغيت نسامحهم مي ما ننساش ما يمكنش ننسى ما حقتش نو ولكن ما تلومهمش يمكن حتى هما جوستومون ما فاهمينش وحاولوا انهم يشرحوها ليا اوترومون كيفاش شرحوا لك شنو شرحت لي مامي واحد النهار هكا بلا سبب لا فتي الحبل قالت لي عرفتي ولدي قالت لي راه المشكله اننا حنا ما قاريينش ما فهمناكش مسكينه جي تروفي سا ترو مينيون يعني ما كانش حتى شي ديسكسيون خرجت لي هكا ففهمت وجي ابريسي ومن بعد شي عند شي ناس ما مزيانينش ياك وي ماشي ما مزيانينش معايا انا ما مزيانينش ما كيديروش المجتمع كيفاش هما ما مزيانينش كيفاش المجتمع كيشوفهم يعني ناس كيديروا شي حوايج اللي خايبين بالنسبه للناس هما ما مزيانينش ولا بالنسبه للمجتمع هما ما مزيانينش ولكن الاكسبيريونس اللي عشت مع هذوك الناس بالعكس يشوني واحد الحب وواحد الحنان وكلوني شربوني عوموني كبروني مع ولادهم يعني هاد شي حوايج سا ما بيرمي ان ولكن كنتي صغير كنتي كتشوف دوك الحوايج الخايبين وعيناتك وي وي ما بتاثرتش؟ نو نو ما تاثرتش بوغ اون سامبل اونيك غازون انا كنرجع لاباز اللي انا كبرت فيها الحمد لله كبرت في ليكيليبغ خوتي كلهم قاريين ناس مؤمنين عندهم دي كونفيكسيون ديالهم بوتيتر سي با لي ميان ولكن كنعرف ان دوك الناس كيديروا شي حوايج زوينين فهذوك الحوايج زوينين بقاو مأثرين فيا يعني تنقولوا كيف كيقول المثل الا توسخنا مازال نتنقاو ولكن هاد المغامرات كتعود جينيرالمون زوينه ضروري غتكون شي حاجه خايبه دوك فيها الحوايج الخايبين بيان علاش فيها الحوايج الخايبين فيها الظلم مثلا كتكون في واحد الدار تيقول لك مشات لنا واحد الحاجه كيتهمك بالسرقه وي وكيكون لا بيرسون اللي دارت هذيك الحاجه انت كتعرفه هو كيجي عندهم لدارهم انت ما تقدرش تقولها يعني دائما كنت كنسمع في حقي باش حيت سون با اوبليجي باش يشدوني وانا اللي كنت بغيت لان خليت كل شيء في عائلتي وخرجت ابخي كنقول لك حاجه كانت فريمون دراتك ومازال عاقل عليها واحد النهار كنا كاريين انا وشي دراري كنا كاريين وباش كناكل وكنكوتيزيو مثلا نقول مثلا الغداء 10 درهم واحد واحد فيهم يقول لهم كون كان شابع الماكله في دارو كان ما يبقى معانا سا ما تخوتوشي باسكو ما عمر انا الماكله كانت كتعني ليا شي حاجه كبرت في الحمد لله مون بيغيتي كوميرسون دونك كبرت في الخير ما كنعرفش القيمه ديال الحاجه شنو كتسوى ما عمرني حليت لاجتنا ولقيتها خاويه ما عمرني جاني الجوع وبت بالجوع جامي دونك شنو يخلي طفل عايش مزيان واكل شارب عنده حويجاته مدرسه يخلي هادشي كامل ويتلاح للزرقاء شنو خلى الحريه انت كنتي طالب غير الحريه فقط فوقاش غتسقط تاخذ هاد الحريه 100% خديتها راسك خديتها خلص لها تري شير فوالا هادشي اللي تري تري شير شنو هما لي سيكيل ديال هاد لي سيكيل الصحه ما بقاتش كيف كانت يعني فيزيكمون دو ليكستيريور جو سوي بيان ولكن عندي دي بروبليم مثلا غير ديغنييغمون جي ديكوفر كو جافي دو لاسياتيك عندي مشكل ديال لي غان كتجيني البروده لان نعس ديال الزنقه اللي كنت كنعس بسيشيكمون كاين بزاف الحوايج خايبين اللي كنتفكرهم يعني في مي مومون دو جوا ولا دو جلواغ كيجوني دي فلاش ديال فين كنت ما كاينش شي مشكل اخر بسيشيك يقدر يكون كان ولكن سي دو ترافاي كوتيديان
مازال كتغنى تنقول تنقول الانسان باش ما يكونش عنده مشكل، لان المشكل فين كاين؟ المشكل غيكون مع الاخر. هاي. انا سامحت الاخر بلا ما نعرف علاش، ولا تحطيت دون سابو غلط هو ولا الى غيزون ولا انا اللي غلط، انا سامحته صافي. فوقاش سامحت؟ يا كلكو زاني كومان. كيفاش سامحتي؟ سامحت كل شيء. سامحتي كل شيء؟ سامحت كل شيء، باسكو كان خاصني نسامح باش يمكن نعيش، كان خاصني نسامح باش ندور لاباج. وهذاك الشيء كله اللي عشته ولا لي زيكسبيريونس كلهم اللي عشتهم بالخايب ديالهم بالزوين ديالهم، حاولت انني في لونتوراج ديالي نعطيهم الناس وحدين اخرين باش ما يطلعوش في الدروج كي طلعت فيهم انا، باسكو انا طلعت في الدروج وبقيت في وسط الدروج وما كملتش. جوسكا بريزون جو سوي بلوكي، ما كملتش في شي حوايج انا بديتهم ما كملتهمش. شنو اللي مازال ما كملتيش؟ ما كملتش في لو دومين ديالي، بزاف د الحوايج انا بغيت نديرهم ما كملتهمش. انا جو مي فوا با يعني بانشان يوتيوب، انا بديت بافلام سينما، علاش انا غنجي اليوتيوب غنتحط انا بحال اكس بحال ايكغيك؟ نو هذه مهني، هذه مهني ولكن بيرسونيل. ما تكرهش تكون اب وعندك وليداتك باغ اكزومبل؟ نو سي ان شوما ما بغيتش. فوقاش خديتي هاد لا ديسيزيون؟ ديبي توجور جادور لي زونفون، كنموت عليهم كنموت على الدراري الصغار. مي انا ما نقدرش ناخذ ان انفون كو جو في روندر مالورو، باسكو انا كنقول ان انفون سي ايغويست دافوار ان انفون بور سوا. علاش؟ علاش كتقول؟ بور سوا سي ايغويست. اوكي انا جبتك للدنيا ولكن خاصني نساعدك، ماشي من بعد نقول لك انا ولدتك. راه ولدتي انا طوبه كتولد، زعما راه ماشي شي انجاز اننا نولدوا، راه ماشي شي حاجه. مي ابخي اشنو غنولدوا؟ الا غنولد واحد البؤره ديال العقد غاده في الزنقه ما كاينلاش، الا غنولد ان انفون كو جو نو بو با بروتيجي ما كاينلاش، الا غنولد ان انفون كو جو نو بو با اكسبتي ما كاينلاش. مي ايل طون اكسبتي، كانوا باغيينك نتايا. وي زيتي اوبليجي دو ماكسبتي باسكو خايفين من لا سوسيتي. ما عمرهم اون فيت انا ما عمري كان عندي بروبليم ديريكت مع ما فامي هكا ديريكت، مثلا ما عمر شي حد زعما هذه شهاده نشهد بها وهما اللي باقي حيلتهم في عمره اللي مات الله يرحمه، ما عمرني كانت ما عمر الباب تحل وقالوا لي برا. تحس براسك انك ما تو بلو دو بلاس، سيتاتير tu n'as plus de place. فهاد عاود لينا بلاصه شنو كنتي كتعيش والو كتحس بانك tu n'as plus de place، يعني ملي كيبداو كيدوروا بعضياتهم فهما كيتفاشروا. مثلا تجي اون سور بيني وبينها مثلا كندوي معاها تنقول لها هاد الحاجه، ولا باغ اكزومبل غناخذ ايا وقت من ثلاثه كتقول لي نو هذاك ديالي انا مون بيغ جابو لي انا حيت انا خدامه وكنقرا، يعني توا tu inutile. يعني ملي ديسكوسيون ديالهم ملي كيكونوا كيدوا مع بعضياتهم ممكن بوتيتر انديريكتومون بوتيتر ديريكتومون اوسي، فكتحس انه كاين واحد التمييز. بون انا دوبي توجور الحمد لله عندي شخصيه قويه، يعني ما عمرني ما عمر عائلتي سبوني، ما عمر عائلتي كيف قلت لك خرجوني من مي. كتحس ان مثلا كانوا كيفضلوا اختك عليك نتايا؟ وي حيت انت ما حيت انت ما درتيش ما قدمتيش الولاء والطاعه. سيتادير لان الاب هو رب الاسره، هو اللي كيخرج كيخدم لكم من الصباح حتى الليل، هو اللي كيوفر لكم كل شيء، هو اللي ما كيجلسش معاكم. مثلا مو بيغ شنو كيعرف التلفازه؟ كيعرف توريا جبران الله يرحمه، كيعرف عبينا رزق اي بوان، يمكن دا سكن عبد الرؤوف سي تو، ما تيتفرجش التلفازه، تيشوف ديك الساعه غير الاخبار فقط، تيجي تيدخل كيتعشى كيمشي لبيته كينعس فقط، كيوفر لك كل شيء. مي سي با لا بيغسون كي فا ديسكوتي افيك توا. اش كنت بغيتي باباك الله يرحمه يكون؟ كنت بغيت يكون حنين، كنت بغيت يكون كنت بغيت يكون بريزون، يقول لي اجي ولدي مالك شنو خاصك اجي نتفاهموا نو. هو كان الله يرحمه سي سون ايديوكاسيون، هو هكا داير. مي ماشي الاب اللي كيحرمك او الاب اللي غيخليك تحتاج لشي حد، او بالعكس عطانا بزاف د الحوايج اللي عمري ما ننساهم. انا ما بيغ دابا كيجيني في الحلم وانا كنكون في اسوء حالاتي النفسيه، تيقول لي شوف ولدي القناعه كنزول لها يفنى، فعلمني القناعة، علمني أنني نعطي، علمني خليت منه. يمكن هو القساوة ديالو كانت غير أون كاركاس، باسكو هز مسؤولية هو صغير، هز عائلتو، هز خوتو، دونك كان راجل بمعنى الكلمة، فكان بغالي يمكن نكون بحالو بوتيتر. أنت بحالو؟ أنا بحالو في الحوايج الزوينين اللي عجبوني فيه، خليتهم منه بزمني. الحوايج الخايبين تو ايفيتي بوغ سا ما بغيتيش. الحوايج الخايبين بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي هو راهم عاديين، ويمكن بالنسبة للمجتمع كله راهم عاديين، ولكن بالنسبه لي انا نو، لان انا عندي واحد النظره واحد اخرى بوتيتر تخلي ما كاينش عند ناس اخرين، يمكن جي تور بوتيتر مي سي كوم سا. كيقولوا فاقد الشيء لا يعطي، يمكن اكزاكتومون، ولكن هذا لا يعني انك ما ديرش. بالعكس اللي فقدته انا هو اللي كنعطيه.
ايوا فوالا دوك تقدر دير وليدات وتحن عليهم اكثر. ما غيش غير بطوني ما بغيتش ما انا باقي عندي عقده الحريه. انا دابا باغ اكزومبل نعطيك ابسط مثال غتضحكي عليا، انا وياك مثلا غنخرجوا مثلا غنمشيو نتعشاو. وي غدورك في الحوت حتى شنو؟ والله الا كنا ما خرجناش غنقول لك لا انا تبرك راني غنخرجوا. نقدر نلبس حوايج مشي حتى راس الدرب ونرجع باش نحس براسي انني كندير داكشي اللي بغيت. تسمح لي نسولك هذا السؤال، ما تكرهش تكون تزاديتي بنت؟ لا لا نو نو مع الاسف كاين بزاف ديال العائلات كاين بيان سور بعض المرات كتقول كنا تزاديت انا بنت كنا تزاديت ولد. لا قلتو بالعكس وبنت في المغرب مالها بنت في المغرب؟ هو البنت اللي غتكون حاسه بهادشي كثر مني انا. بنت في المغرب راه حنا كنعرفوا شنو كتعيش البنت في المغرب ديجا في عائلتها تميز في عائلتها جوج بنتي حيت اللوم عليا خاصها تجوج خاصها دونك علاش غتكون بنت ملي كتشوف بزاف لي كا ديال البنات اوغوزمون كاينين بنات مغربيات اللي تبارك الله كابابل وحرات وهي المراه المغربيه اون جينيرال كابابل وقاده بشغلها مي نكون نو الا كان خلقني الله بنت وي بو بابا مي كون كنت بنت شنو بيرسونج كنت غندير؟ كنت غنكون بحال عائشه شنا الله يرحمها. ياه داكوغ دوك من بعد بديتي الخدمه جو سي كو خدمتي في الديور. وي مره وحده جو لي في اون سول فوا اي ما ريتي كونتر جو لي في اون سول فوا مي كانت اكسبيريونس زوينه الصراحه. سي فغي علاش؟ ما عرفت سي اون اكسبيريونس زوينه تو في بليزير للناس. أم ميناج خدمتي في الديور ولا شنو كدير؟ كنشطب كنجفف كنطيب كنغوباسي كندير كل شيء. خدمتي نهار ولا اسبوع ولا شهر؟ كل نهار كنتي كتمشي عندهم؟ كل نهار لا جالس عندهم ها؟ جالس عندهم عائله في بلفيدير جو بونس راه دابا كيشوفوا فيا كانوا ناس زوينين طيبين سيتي شي بيل اكسبيريونس. شحال خلصوك؟ ليبوك راه كثير واحد 25 عام هذوك 200 درهم السيمانه. ما عنديش عيب شتي انا نقول واحد القضيه شتي غدا نخرج نخدم حتى 100 درهم للشهر ما عنديش مشكل انا جو با دو جو با دو كومبلكس باغابوغ الخدمه ولا باغابوغ او مونك دو مويان ولا ما نصورش كاسكروت ولا ما نصورش راسي في الطوبيس ولا ما نشدش طاكسي مع الناس ما عنديش انا هاد المشكل النهائي. من بعد هاد الخدمه شنو الخدمه اللي درتي؟ كنت درت اون فورماسيون في لاكوافور دونك جو سوي كوافور. اوكي كنت كدير الميك اب اوسي من بعد خدمت التكستيل من بعد خدمت الزين ديال الزيت من بعد خدمت مع مون بير كوميرسون كنت كنبيع انا وياه مون بير كان غروسيس ديال الغاز ديال البوطات ما خليت فين خدمت من بعد خدمت عند تريتور من بعد خدمت في كاباري كنغني الشعبي كاباري فوقاش كانت شحال كانت قبلها كسا في كاباري لا فغيت ما نقدرش نقول لك مي فايت 20 اون شنو هي الخدمه اللي ندمتي انك درتيها؟ الخدمه اللي ندمت انني درتها؟ لا حتى خدمه ما ندمتش حتى خدمه ما ندمتش كلشي مزيان ندمت على الخدمه اللي خليت با كونتر كنت كنخدم في لي بيجو جيتي جو ترافاي شي زان ديامونتير هذيك الخدمه ندمت عليها باسكو الخدمه كانت كتعجبني بزاف. وعلاش خرجتي منها؟ خرجت منها باسكو كانت عندي ان كونترا ديال ان سيت كوم مازمازيل كاميليا وجيتي ما خرجتش اصلا ما خرجتش اصلا. بعض المرات كناخذوا شي قرارات معليش بحب السيما شخلوني صغير جاب ساش غندير. من بعد بديتي في هذا المجال مرتاح فيه؟ في مرتاح فيه هذا المجال الفني فينونسيامون اها يلا فينونسيامون با فريمون وكيقولوا عليك انك انت كسول ما كتخدمش كتسمعها كسول ما كنخدمش بحالاش مثلا يعني ما كتخدم ما كتقلبش على الخدامي اج مثلا شنو غندير غندوق على المخرجين كاين اللي كيديروها وهذوك راه وجههم قاصحين انا ما نقدرش انا ما عمري درت كاستينغ في حياتي دو ما في انا نهار درت فيلم الاول نانسي والوحش تلاقيت مازولين الادريسي في ان ريستورون وهي داتني عند ان غيريزاتور سميتو محمود فريد الله يذكره بالخير وهي حتى هي مشكوره درت مون برومي فيلم سميتو نانسي والوحش جو نافي جامي فيت كاستينغ من وراه درت مازمازيل كاميليا موراها درت جوق العمين من وراها درت يوم وليله مورا يوم وليله درت خليفه سترمان وجات خافي افيك دي غون خدمت مع نرجس نجار خدمت مع محمد مفتكر دونك ما كنظنش ان هاد الناس إل مو فازيت بليزير باش يخدموا لي في لي بروجي ديالهم مؤخرا درت فيلم الاخوان اللي كانت اكسبيريونس زوينه بزاف دونك جو نفوا با علاش غنمشي ندق انا على واحد المخرج اللي اصلا هو كينعس ورا الكاميرا ماشي كلهم كلهم ماشي كلهم ماشي كلهم اللي ما كينعسوش ورا الكاميرا ما غيعيطوش ليا هادوك حيت ما بقاوش كيخدموا مع الاسف وشنو السبب؟ سبب ما عرفتش واش لي بواط دو برود واش الناس ما عرفتش كاينين بزاف المخرجين مع الاسف بلا ما نذكر الاسماء اللي مخرجين كبار وتوي بيان بلاصي باش عرفهم ما بقاوش كيخدموا ما بقيناش كنشوفوهم اخر كاشي ديالك شحال كان المبلغ ديالو؟ كاشي ديالي في السينما جينيرالمون داكور 20000
سي تو. شحال كانت لي سيكونس؟ كومبيان سيكونس كان؟ جو مغابيل با يمكن شي 3 سمان دو تورناج. انت اللي كتنيكوسي لي كاشي ديالك ولا هما اللي كيقترحوا عليك؟ هما اللي كيقترحوا عليا. تو اكسبت اي حاجه؟ لا جاكسبت ملي كيعجبني السيناريو. داكور فهمت. انا ما نكذبش عليك انا ليكيب ديال ايبوغاجي نخدم معاهم فابور. وي علاش كيشنو كيعجبك؟ كيعجبوني كلهم الدراري كيعجبوني بزاف. كتستافد منهم ولا هما اللي كيستافدوا منك؟ ما نقدرش نقول لك واش كنستافد منهم وين نستافد منهم لانهم سي دي جون ديال لا سين. كنستافد منهم في لا سين كيفاش كومو يلبوش كيفاش كيمشي وكيفاش كيشدوا البوبليك اي تو سا وي في هادي في ليمور نو جو نو بونس با قلت بوضوح انا فرحان ب ما كندويش على حيت انا جو سيبار اونتر دو شوز كنفرق بين لارتيستيك وكنفرق بين 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 الفلوس انا الفلوس انا بحال الانسان كيف قلت لك انا ما كنعرفش نيغوسي لي كونطرا ما كنعرفش ندبر على الفلوس انا ماشي كاسول انا مثلا بغيش الفلوس بالعربيه انا كنبغي باش نعيش يعني انا باغ اكزومبل غتقول لي اشهار ما غنديرش لك اشهار نقدر ندير لك اشهار فابور لان كونفانكي بطون برودوي شو فاس كو جو فيدير ما يمكنش انا انت ولكن كيفاش غتعيشي الا الا مرضتي الله كنعيش مي ريفوني ديال ديال اليوتيوب اللي هما ماشي بزاف 5000 درهم 6000 درهم فايت قداني انايا 6000 درهم الشهر غادي تقدك قداني كناكل وكنشرب حيت انا عندي داري دونك ما عنديش الوايي جو ني با دو كريدي ما عندي طوموبيل كنخلصها ما عندي كريدي كنخلصو الحمد لله دونك 6000 درهم قداني دوك هادشي علاش كتخاف شي نهار تمرض شي مرضه خايبه فوالا اكزاكتومون حيت ما عندي حتى شي حاجه تحت مني عائلتك وعائلتي عندهم حياتهم عائلتي عائلتي كلشي عنده وليداته كلشي مكلف بحياته عائلتي يسون با لابوغ مرا عندي 47 عام كوميم شنو كيجيو عندك للدار يشوفوك واش كيجيو عندي انا كنمشي عندهم لا واش كيجيو عندك ما كيجيوش عندي انتم عايشين اليترونجي عندي خويا واختي عايشين اليترونجي عندي اختي وحده اخرى اللي بقات هنايا في كازا كتجي عندي كونتيل بو ما كتسافرش اصلا بزاف حيت هي قريبه بزاف لمامير دونك كنجيو عندي مره وي والصحيحه اليوم كي دايره صحيحه الصحيحه ديالك الصحه ديالي انا كوم سي كوم سا ليك لاباس والو باس غير كنعيا كنعيا تي سي لاج راه على سي با ريان السنين ما كدوش غير هكاك كتخاف من الموت لا لا كنخافش من الموت كتخاف انك تمرض وتبقى بوحدك في الدار وما تبقى لي مرض ونمرض في بلادنا اللي ولا ولا عندك لي مويا ومرضتي شفت شوف انكور موا ما عندكش لي مويا وكنشوف لك ديال بزاف الفنانين اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقيين مرض الله يشافيهم ويعافيهم وهما فيهم بزاف لي صحابي بقوة ما كنخاف انني نمشي عندهم لان شفتهم في واحد الحاله فما كنقدرش نشوفهم منهم فنانه خديجه البيضاويه قلبي كيتقطع عليها يوميا وكنفكر فيها يوميا من رجلي اللي مشيو عندها ما عنديش باسكو غنمرضها وغنمرض انا اكثر هذه الحاجه اللي كتخلعني كنخاف من شي حاجه لا دابا كنخاف من الصحه الصحه فيمكن الصحه هي الحاجه اللي كتخوني ما ماغي لا لا شونس انها عندها دو ان لي مويان وكاينين خوتي اللي كانوا مكلفين بها انا في لوكا ديالي جو بونس با واش غنبقى شي حد يتكلف بيا من غير سيدي ربي والهلا كتبها عليا انت كتكون مرتاح في البيرسوناج ديال فاطمه التاويل واش كنكون مرتاح في البيرسوناج ديال فاطمه التاويل في وقت لو بيرسوناج وي او اوغ لو بيرسوناج c'est un personnage pour moi ni plus ni moins or que ça me dérange pas elle m'a كون كان عجبني لو بيرسوناج انا اللي مثلا نجي عندك ليميسيون لابس فاطمه تاو سا مي ديرونج با جو سي هذه كمهنه خدمه ما عنديش المشكل زعما سي با اونت بلاكس علاش ما نكونش مراه علاش ما المراه عيب نو مي انا نو انا قبل ما ندير بيرسوناج ديال فاطمه تاو عمرني ما لبست حوايج العيالات دو ما في درتي التحرش او محاوله الاختساف لا نو نو طول حياتك نو ولا غير تحرش ميم با لا لا بكل صراحه ماشي في المجال الفني عامة لا في المجال الفني مستحيل علاش مستحيل؟ مستحيل في المجال الفني باسكو كاع في لو دومين انا تقريبا كاع جو بارل دو لا جينيراسيون ديالي كلهم الدراري كيعرفوني وتعرفوني مزيان المخرجين الاولين او الممثلين ماشي لا جينيراسيون جديده مع الاسف ما كنعرفش بزاف الممثلين جداد اسمحوا لي يمكن عرف سمياتهم ولا المخرجين يمكن انا شويه باردون قديم ولكن في القدام نو كلهم صحابي كلهم كنعرفهم بحكم انني جو لا شونس انني كنكون ديما في الفيستيفال انترناسيونال انا ناسيونال دونك سكي في كاع الدراري كيعرفوني انت سعيد واش انا سعيد انا بحال كاع الناس سعيد بعض المرات ماشي سعيد
مي بحال هكا جينيرالمون. وي سعيد، سعيد بكل صراحه وزعما ربي فوق مني، سعيد بحب الناس اللي ما توقعتوش. ما نكذبش عليك، جو سوي اغريبل موسوب في هذه القضيه. حب الناس كثير بزاف، عوضني على كل شيء. اعطيني كلمه في حقهم وفاس لا كاميرا. نقول لهم راه ما تقدروش تخيلوا اشنو كديروا في حياتي، بكل صراحه وبكل صدق، انكم انتم اغلى 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 حاجه كنت نقدر نتمناها في الدنيا. فادعوا معايا بالصحه والسلامه وبالستر وبالرزق. فوالا. وين تكفي مدمعات؟ كاين شي حاجه اخرى بغيتي تقولها لنا؟ عاودها لنا لو قال لك شي حاجه. حنا عائلتك. بيان سور انتم عائلتي، الله يحفظكم ليا. بغيت نقول على الدومين ديال الصحافه نيت وعلى البرامج. انا درت جوج برامج وتسجلوا وديبلاسيت على ودهم وما دازوش. تسولتي علاش؟ وما خديتش الجواب. يمكن خاصك دير شي شخصيه اخرى من غير فاطمه تاويل باش ندوز في ليزانترفيو. لا، يمكن خاصك دير شي شخصيه اخرى، حاول ديرها. علاش؟ فهمي فهم مهارت. دير تلقى شي مرة تاني اخرى واعرة على فاطمة. لا، دير شي شخصية اخرى. علاش؟ دير شي شخصية اخرى ويكون الخير. بيد الله. صافي. ان شاء الله. جربها، حيت من غير فاطمة التاويل حنا يوسف اوزيلا ايكالا فاطمة التاويل. اون فيها نوتخ بيرسوناج. سوغ لو ويب. اه. سافو با لا بين باسكو الويب، نقول لك واحد القضية. غندير ان اوتر بيرسوناج وغنتكرفص عليه وغنسخسخ عليه كيف كنتكرفص عليه دابا وكنسخسخ عليه. غيجي وقيح ولا وقيحه غيدير دي مليون دو فيو. غير ديرها جربها. سورتو بور لو مومون سي امبوسيبل. انا ماشي بور لو مومون فكر فيها. حين دابا دابا الويب باقي، اليوتيوب باقي في ما تعرف تقدر تعطي هذا التحكام هذا خرجات هذه تشدات هذه مشات. تعطي اكثر وتخرج من ديك لا روتين كوتيديان ديال فاطمه التاويل. بوكوا با نجحات تبارك الله. ما نجحاتش. مشات ليا فاطمه. ايوا لا فاطمه تبقى دو طون زون طون، ولكن اكتشفوا شي دي سيربريزي مفاجات. فاجئنا بدوطخ بيرسوناج. فاطمه تاويل راه غير 30% في لا بوبولاسيون ماروكان. كاينين دوطخ بيرسوناج. كاينين دوطخ بيرسوناج ولكن بغيتهم سور سان، ما بغيتهمش اليوتيوب. ايوا غير بدا في هذا اليوتيوب ما يستحقش انني نزيد نكون نزيد عندك. خصك غير لا فولونتي وخصك غير الطاقه الايجابيه وغير يقول لك كوراج غير افونسي. والله صافي والله حيت الا ما انكوراجيناش ريوسنا ما غاديش. والله العظيم بيان سور بيان سور. انا بعدا دو مون كوتي وهذه حاجه كيعرفوها الفنانين كاملين، انا كنكوراجي الناس اللي ما كنكونش كنعرفهم فنانين ما كنعرفهمش شخصيا. فهمتك فهمتك. كنقلب على مريم التليفون اللي كنسمع اغنيه زوينه اوغ كو غار فاش كنسمع اغنيه زوينه باش نتفاهموا. انه ابارت تخربيق واغنيه اللعابات واغنيه ديال الغياطه، مع احترامي للعابات والغياطه ولكن خليو داك الشيء لماليه. اللي كان كيغني الاطلال يبقى في الاطلال، اللي كان كيغني اغاني الموتى يبقى في اغاني الموتى. خليو اغاني الحي راه باقي المهم كيغنيوهم. عطيني اخر كلمه للعائله ديالك فصل الكاميرا باش نختموا الحلقه. عائلتي اصلا بعدا ما نظنش غيشوفوا البرنامج هذه وحده، لان عائلتي سون با تخي ريزو سوسيو على ما كيقولوا الله اعلم. وكنبغيهم الله يحفظ لهم وليداتهم والله يكمل عليهم كل خير والله يسمح لهم مني والله يسمح لي منهم ان شاء الله. مبروك عليهم العيد. الله يبارك. مبروك مبروك عيدك علينا وعليك بالصحه والسلامه وجه ايامك وايام المغاربه. آمين. كلها اعياد يا رب. العائله ما كنختاروهاش ولكن خصنا نحبوها صحيح كما كانت باسكو نا با الشوا. كاينه وحده. شكرا لك يوسف. شكرا لك. نتمنى تعاوتاني نشوفك في حلقه جايه من برنامج بلا زواق ولا برنامج اخر. ونشوفك متالقه زوينه كيما انت والله يحفظك ويخرك. ميرسي بوكو. شكرا لك. التعاليق هما اللي غادي يقولوا الناس، غادي يقولوا واش كنتي زواق ولا بلا زواق. ان شاء الله. ونتمنى يكونوا تعاليق زوينين وما اصلا يكونوا زوينين. شكرا لكم للحلقه القادمه.